تقول: ما هي الأسباب التي تعين الإنسان على زيادة إيمانه؟ تلاوة القرآن: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وإذا أنزلت سورة منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فتلاوة القرآن تزيد في الإيمان، وذكر الله يزيد في الإيمان، كل الأعمال الصالحة تزيد بالإيمان، فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذه قاعدة.